بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عنوان هذه المحاضرة هو كيف تصبح مفسرا للقرآن في دقائق. فسأبين إن شاء الله في هذه المحاضرة بهدى من القرآن الكريم كيف تصبح مفسرا للقرآن، والتفسير يعني أن تفهم مراد الله في آيات القرآن الكريم. بمعنى التفسير أن تفهم العلم الذي يريد الله أن يعلمك إياه من التفكر في آيات القرآن الكريم. فسأبين إن شاء الله كيف تصبح مفسرا للقرآن. فأول سؤال نسأله كمقدمة لهذه المحاضرة، هل القرآن صعب أم سهل للفهم وللتفسير؟ يعني السؤال الأول، هل القرآن صعب أم سهل أن يفسر؟ يجيبنا الله عز وجل على هذا السؤال في سورة القمر آية رقم 17 في قوله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ ففي هذه الآية الكريمة الجواب واضح جدا على هذا السؤال. الله عز وجل يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر، يعني القرآن سهل للفهم ولكل يعني تعلم المعارف الإنسان منه. يعني الجواب واضح جدا، وهو أن القرآن الكريم سهل للفهم وسهل للتفسير وسهل أن تعرف مراد الله في الآيات. السؤال الثاني، ما هو المتطلب الذي يجب أن يكون عند الإنسان ليفسر القرآن ليفهم مراد الله فيه؟ يجيبنا الله عز وجل على هذا السؤال في القرآن الكريم أيضا في سورة محمد آية رقم 24 بقوله بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فهنا الله عز وجل يقول يعلمنا الطريقة والمتطلب الذي يجب أن يكون عند الإنسان لفهم القرآن. أفلا يتدبرون القرآن، التدبر المتطلب الوحيد الذي يجب أن يكون لديك لتصبح مفسر للقرآن الكريم هو التفكر التدبر في آيات القرآن الكريم. الله عز وجل يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. مرة أخرى، المتطلب الوحيد يجب يكون لديك لتفهم القرآن الكريم وتفهم مراد الله في الآيات هو التفكر والتدبر في الآيات. يعني لماذا الله عز وجل استخدم هذه الكلمة في هذا المكان؟ لماذا الله عز وجل ربط هذه الآية بتلك؟ هذا التدبر التفكر في القرآن. الآن نأتي إلى إذن يعني نتعلم هذه الكلمة أنه ليس متطلب سابق أن تكون عالم في الهندسة أو عالم في الشريعة أو عالم في الفقه أو عالم. المتطلب الوحيد الذي يقوله الله عز وجل القرآن الكريم لفهم القرآن هو التفكر في القرآن، تدبر القرآن. فالآن بعد ما فهمنا هذه الأمور ففهمنا أن القرآن الكريم سهل للفهم وسهل للتفسير، وأن المفتاح لفهم القرآن هو التفكر في الآيات. يعني مفتاح تفسير القرآن الكريم هو التفكر وتدبر في آيات القرآن الكريم. فالآن سأبين إن شاء الله خمسة أمثلة على كيفية تطبيق هذا الأسلوب السهل للفهم وكيف تصبح مفسرا للقرآن الكريم. نطبق هذا الأسلوب أن القرآن الكريم سهل للفهم وأن مفتاح تفسير القرآن هو التفكر في الآيات. مثال أول، إذا تفكرنا في قول الله عز وجل في سورة فاطر آية رقم 9 فيها يقول الحق جل وعلا والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. الآية مرة أخرى، والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. فهذه آية رقم 9 سورة فاطر. الآن يأتي إنسان فهم هذه المحاضرة وفهم أن الطريقة لفهم مراد الله في الآية هو التفكر فيها فقط. المطلب الوحيد لفهم وتفسير هذه الآية الكريمة وفهم مراد الله فيها هو التفكر في الآية. فإذا قرأنا الآية بتفكر الآن، الله عز وجل يقول والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فحيينا به الأرض بعد موتها. كل هذه الكلمة تصف مراحل إحياء الأرض الميتة بإنبات النبات فيها. إذا تفكرنا في قول الله عز وجل كذلك، يعني بنفس هذه الآلية سيكون النشور. كذلك النشور يعني بنفس طريقة إحياء الأرض الميتة بإنبات النبات فيها سيكون بعث الموتى.
يعني الله عز وجل سيحيي الموتى يوم القيامة بنفس آلية إحياء الأرض الميتة بإنبات النبات فيها. يعني عندما تضع بذرة في التربة وتسقيها وتخرج نبتة، بنفس الآلية سيحيي الله الموتى يوم القيامة. فلاحظ أخواني إخواتي كيف أنت فسرت هذه الآية الكريمة فقط عن طريق التفكر، فسرت مراد الله في الآية الكريمة كذلك النشور عن طريق التفكر في الآية. لا متطلبات سابقة، لا يجب أن تدرس يعني لعشرات السنين لتفهم القرآن الكريم، لا، بشكل مباشر جدا جدا. وطبعا هذا الموضوع كيفية إحياء الموتى شرحته بالتفصيل في موقعي الذي سأبين رابط الموقع بعد قليل إن شاء الله. فالذي يريد أن يرى هذه الآية العظيمة بآيات الله عز وجل يذهب إلى الموقع. والآن يعني كما قلت فصلت هذه الآية بالتفصيل، وكيف أن جسم الإنسان وبعث الإنسان يوم القيامة مطابق تماما لإحياء لإنبات النبات في الأرض الميتة. ومن الأمثلة على ذلك الذي تشاهدون أمامكم على الشاشة، هذه الصورة تبين مقارنة بين مادة الخشب مبينة على يسار الشاشة و مادة العظم مبينة على اليمين. فسبحان الله العظيم، نلاحظ التطابق كامل بين مادة الخشب ومادة العظم من ناحية التصميم وموقع الخلايا والمواد المؤلفة، يعني تطابق بين الاثنين. فالله عز وجل يوم القيامة سيحيي الإنسان وينبته من الأرض مثل النبات تماما. وكما قلت هذه الآية مفصلة في موقعي، فالذي يريد أن يراها يذهب للموقع. المثال الثاني على كيف تصبح مفسر القرآن الكريم، على كيفية تفسير آيات الله عز وجل. إذا أخذنا سورة الفلق آية رقم 5، فيها يقول الحق جل وعلا: ومن شر حاسد إذا حسد. الآية مرة أخرى: ومن شر حاسد إذا حسد. هذه آية رقم 5 سورة الفلق. فقرأها الإنسان ويريد أن يعرف مراد الله فيها، يريد أن يفسرها، ما معنى ومن شر حاسد إذا حسد؟ الآن القرآن يفسر بعضه بعضا، يعني عن طريق التفكر في القرآن تستطيع تفسير القرآن بالكامل. فإذا تفكرنا في القرآن الكريم نجد شرح هذه الآية الكريمة وتفسيرها في آية أخرى في القرآن الكريم، وهي آية رقم 5 أيضا في سورة يوسف. ففيها يقول الحق جل وعلا: قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان الإنسان عدو مبين. كيف أن هذه الآية الكريمة تحتوي على تفسير آية ومن شر حاسد إذا حسد؟ طبعا هذه الآية الكريمة هي يبلغنا الله عز وجل جواب والد يوسف عليه السلام يعقوب لابنه. فبعدما قال له يوسف عليه السلام الرؤية التي رآها التي تبشر بقرب يوسف عليه السلام من الله عز وجل، كان جواب يعقوب عليه السلام: قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. لماذا؟ لأنه عندما يوسف يقول لإخوته بأنه مقرب من الله وهذه الرؤية سيحسدوه، ما من الحسد؟ الحسد معناه تمني زوال النعمة، سيتمنوا زوال هذه النعمة من يوسف عليه السلام. وقال يعقوب أيضا: فيكيدوا لك كيدا، أي سيسعوا بطريقة مادية لإزالة هذه النعمة. إذن نتعلم بأن الحسد هو تمني زوال النعمة والسعي بطريقة مادية لإزالتها، وليس كما يفهمه غالبية الناس بأن هناك بشر لهم قدرة خفية يستطيعون إصابتك بالضرر من بعيد. هذا الشرك بالله عز وجل والشيء خطير جدا، إن الوحيد القادر على نفعك وضرك هو الله. أما إذا آمنت بأن إنسان له القدرة الخفية أن يصيبك وبضررها، فهذا الشرك بالله عز وجل. أما الحسد هو تمني زوال النعمة والسعي بطريقة مادية لإزالتها. على سبيل المثال، يعني إنسان حصل على مثلا ترقية في عمله، فموظف آخر حسد هذا الإنسان، يتمنى أن تزول هذه الترقية، فالذي يقوم به بأنه يذهب إلى المدير ويقول الأكاذيب عن هذا الشخص ليعزله من مكانه، يعني السعي بطريقة مادية لإزالة هذه النعمة. نلاحظ سبحان الله العظيم كيف عن طريق التفكر في القرآن نفهم مراد الله في الآيات. مثال ثالث، وهي آية رقم 7 من سورة غافر. ففيها يقول الحق جل وعلا: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. إنسان قرأ هذه آية كريمة ويريد فهم مراد الله فيها، فعن طريق التفكر هذا هو المطلب الوحيد. فهنا الملائكة
يصف الله عز وجل بأنه وسع كل شيء رحمة وعلما، وسعت كل شيء رحمة وعلما. فإذا تفكرنا في هذه الكلمة نجد أن الملائكة سبقوا كلمة الرحمة على العلم، وسعت كل شيء رحمة وعلما، ولم يقولوا علما ورحمة. وهذا يعني بأن رحمة الله سبقت علمه، يعني إذا أراد الله أن يخلق أي مخلوق أو يقضي أي شأن من شؤونه، الرحمة هي المتطلب لهذا الشأن. أعطيكم مثال: عندما أراد الله خلق المفاصل في جسم الإنسان، مفاصل هي بين عظمة والأخرى، الرحمة تتطلب بأن عند انثناء المفصل لا تشعر بألم، هذا متطلب رحمة. لأن يأتي علم الله لإظهار هذا المتطلب، في أنه إذا تفكرنا كما تشاهدون أمامك الشاشة بأن الله عز وجل خلق تعرجات عند المفاصل، هذه التعرجات هي هناك كمية جلد إضافية، يعني الله وضع كمية جلد إضافية عند المفاصل، ودليل على ذلك هي التعرجات الموجودة. يعني عندما تثني المفصل فإن الشد في الجلد يحدث في هذه الكمية الزائدة وليس في الجلد، يعني لو كان هذه الكمية غير موجودة لأصبح هناك شد كبير في الجلد في جسم الإنسان وهناك ألم، ولكن هذه الكمية الإضافية من الجلد عند المفاصل يحدث الشد فيها وبالتالي لا يوجد ألم. ونلاحظ كيف أن رحمة الله سبقت علمه، وهناك كان متطلب رحمة، ومن ثم يأتي علم الله لإظهار هذه الرحمة كمخلوق، يعني جسمك كل مبني على الرحمة. نأخذ مثال آخر، مثال رقم 4، هي آية رقم 1 في سورة العلق، ففيها يقول الحق جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه آية رقم 1 سورة العلق. يعني ما مراد الله فيها؟ يعني ما هو تفسير هذه الآية الكريمة: اقرأ باسم ربك الذي خلق؟ مرة أخرى المتطلب واضح جدا، فقط التفكر. فالله جل يقول هنا اقرأ، يعني اطلب المعرفة، ولكن الله يحدد ما هو المصدر الذي رضاه لطلب المعرفة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني اطلب المعرفة من المصدر الذي تبدأ كل معلومة فيه، باسم ربك الذي خلق. واسم الرب الذي خلق هو الله، فمعنى الآية اقرأ باسم الله، يعني اطلب المعرفة من الكتاب الذي تبدأ كل معلومة فيه باسم الله. والكتاب الوحيد على وجه الأرض الذي تبدأ كل معلومة فيه باسم الله هو القرآن الكريم، فإن الله عز وجل يريد لك أن تأخذ كل معارفك من القرآن الكريم. إذن هذا يتضمن بالضرورة أن يحتوي القرآن الكريم على كافة المعارف من هندسة، فيزياء، معاملات، عبادات، وهذا ما أسميته بإعجاز المعرف في القرآن الكريم، واللي بين بالتفصيل في موقعي. المثال الأخير على كيف تصبح مفسر القرآن الكريم سورة المائدة آية رقم 75، ففيها يقول الحق جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، فانظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. استغفر الله العظيم. الآن نريد أن نفسر هذه الآية، ما هو مراد الله فيها. فيخبرنا الله عجل هنا بأن عيسى عليه السلام والدته مريم عليه السلام كانا يأكلان الطعام. إذا تفكرنا الآن، بما أن عيسى عليه السلام والدته مريم عليه السلام كانا يأكلان الطعام، يعني كانا يعتمدان على شيء مخلوق وهو الطعام ليبقوا على قيد الحياة. يعني مرة أخرى، كان يعتمد عيسى عليه السلام ومريم عليه السلام على شيء مخلوق وهو الطعام ليبقوا على قيد الحياة، فإذا لم يكن هناك طعام لا توفى الله عيسى ومريم عليه السلام. إذن هذا يدلنا بأن عيسى ومريم عليهم السلام كانا بشر وليسوا آلهة، لأنه الخالق لا يعتمد على مخلوق ليبقى على قيد الحياة. يعني الله عجل لا يعتمد على الطعام ليبقى حي، فإذن أي شيء يعتمد على الطعام ليبقى على قيد الحياة هذا مستحيل أن يكون إله أو ابن إله. إذن هنا يعطينا الله عجل حجة منطقية واضحة جدا تثبت بأن عيسى عليه السلام ليس بإله ولا ابن إله. إذن نلاحظ إخواني إخواتي كيف أن يعني الله عجل سهل القرآن للفهم. فإذن هذه المحاضرة بينت إن شاء الله كيفية أن تصبح مفسر للقرآن الكريم، والقرآن سهل والفهم مراد الله فيه سهل جدا، فقط إخواني إخواتي عن طريق التفكر في تدبرها، لا يوجد أي متطلب سابق، وتفكر في الآيات والله سيهديك إلى مراده في الآية، وترى علم القرآن الكريم بشكل واضح جدا وبشكل تطبيقي في حياتك.
ولمعرفة تفاصيل أكثر عن المواضيع التي تحدثت فيها، رجاء تفضل بزيارة موقع شبكة الإنترنت www.quran-miracle.com. يمكن التواصل معي عن طريق بريد إلكتروني zqran@yahoo.com. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.